ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقة عمل انجيرة في البيت بمكونات بسيطة. اول مكونات دقيق، ميه، خل، سكر. الاول هناخد معلقه ونص دقيق، ناخد معلقه سكر، نقلبها بعدين الميه، نضيف شوية مية، نضيف نقطة كمان، نضيف نص معلقة خل، بعد ما قلنا شوية هنجرب نلزق بيه. هنجيب ورقتين، نحط عليها الهرة، وبعدين نجيب الورقة التانية ونسيبها شوية تنشف. بعد ما سيبناها شوية اهي لزقت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، وباي.